صباح الخير. بنهاية الأسبوع الأنظار كانت بارزية، أوروبا والعالم العربي كانوا عم بيترقبوا نتائج الانتخابات الفرنسية. فوز ماكرون أعاد رسم المشهد السياسي بالقارة العجوز، وبين الإرهاب يلي دخل ناخب أول وبين تاريخ فرنسا المنفتح على مختلف الحضارات، الفرنسيين قالوا كلمتهم. أما لبنان يلي عم بيتابع أشواط اللعبة الديمقراطية عند الآخرين مش قادر أنه يخطي خطواته الأولى باتجاه الانتخابات النيابية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات بالدولة يلي أشعلت أول ثورة شعبية بالعالم. المشهد بفرنسا صورة حضارية عن تبادل السلطة، بينما أم الشرائع بيروت محتارة بين الشيفون نسبة والستان الأكترة. من الانتخابات الفرنسية يلي وصلت لخواتيمها نرجع للبنان الناطر صفارة الانطلاق. محطتنا الأولى مع السياحة الطبية، فلبنان بالسنوات الأخيرة أصبح مقصد لكتار من العرب يلي بيقصدوا لبنان للعلاج. تطور القطاع الاستشفائي والتجميلي شكل نقلة جديدة بالقطاع السياحي، وكل التفاصيل مع زميلنا خالد أبو شقرة. انقطاع إعادة الأحداث والحروب الدائرة بالمنطقة للبنان، دور الريادة بالسياحة الاستشفائية عززتها سمعة لبنان الجيدة وعراقة المستشفيات ومواكبتها الدائمة لأحدث التطورات الصحية والطبية. مرضى من العراق، ليبيا، سوريا ودول الخليج العربي عم يقصدوا لبنان بالألاف، إما للمعالجة إما لعمليات التجميل اللي أصبح للبنان شهرة كبيرة فيها. بيروت يعني أم الدنيا لانه فيها كل شيء. عندنا احسن اختصاصيين، عندنا احسن كونكشن ممكن يكون مع مستشفيات العالم، عندنا ذا ليتست تكنولوجي. بتضل بيروت مستشفى العرب. السياحه الاستشفائيه، استشفائيه او زي هيك اسمها، اكثر شيء هلا في لبنان، اكثر من السياحه العاديه، حتى السوريين. هلا اذا بتفوت على مشفى الجامعه الامريكيه ثلاث ارباع بتلاقيها عراقيين. خاصه اخواننا العراق يعني اكثر شيء يعني هم بيجوا على المشافي، خاصة مشافي مشفى الجامعة الأمريكية هون بالحمرة. اللي متوفر بلبنان مو متوفر حاليا بأي دولة ثانية. خدمة كويسة وأسعار كتير منيحة يعني. ما بعتقد بس العرب، حتى اللبنانية إذا كانوا بأمريكا أو بكندا أو بأستراليا كمان بيجوا على لبنان. أورا لأن بالطب كلهم خريجين أمريكا، و سويت عملية الدكتور مها الخليل حسين الجراح مضبوط مرتب يعني. هلا تاريخيا لبنان مقصد بهذا المعنى، يعني بمعنى الاستشفائي وبال، بس بعد كمان شوي اثرت علينا خبريه الزباله اللي بقت اشهر بالبلد بالشوارع، انه كل سائح بيجي يساوي عمليه بلبنان عم بيقعد باوتيل، عم يصرف، عم بيعمل سياحه، بيجي معه حدا من عائلته، ولكن بنتامل انه يضل الوضع الامني هادئ يعني ويصير افضل لحتى نقدر نحافظ على الشيء. الدور المتزايد للسياحة الاستشفائية وقدرتها على رفض الاقتصاد بعائدات مالية كبيرة وتطوير القطاعات الاقتصادية دفع بشبكة السياحة العلاجية لجمع الأطراف المعنية من وزارات صحة، سياحة، فنادق ومستشفيات بهدف إنشاء تجمع كبير قادر على مواكبة النوع من السياحة وتطويرها. أول عامل مطلوب أنه نرجع نذكر العالم أنه نحن المركز الطبي الأول بالشرق الأوسط، وهالشي صدر مؤخرا بتقارير عالمية وصدرتها بلومبرغ، صنفت لبنان بالموقع الأول من ناحية الخدمات الصحية ونوعيتها بالعالم العربي، والموقع 32 بالعالم ككل. خليني أقول أنه لبنان بخدماته الطبية يلي هي جدا متقدمة، وخدماته السياحية من فنادق وما إلى ذلك يلي هي جدا محترفة، قادرة تكون جاذبة لكل السياحة الطبية بالمنطقة. يمكن بمكان ما في تأثير من الدولة تجاه المؤسسات الخاصة أو الشركات الخاصة اللي هي عم تقوم بالمبادرة. يجب أن يكون هناك جهة تشمل
القطاع الخاص والقطاع العام، ولازم قبل كل شيء يكون في قرار واضح من الحكومة اللبنانية بدعم هالتوجه. في إمكانية هائلة لاستخدام هالنوع من المرضى إلى لبنان، وبالتالي ممكن تخلق فرص جديدة للتوسيع القطاع الاستشفائي اللي هو بالوقت الحالي مخنوق بسبب الأزمة المالية اللي عم بمر فيها. أول شيء نرجع لبنان على الخارطة الصحية بالمنطقة، وما بيصير هيدا إلا ما نجمع كل النقابات وكل الوزارات المعنية يجتمعوا سوا ويحطوا هن الثوابت والحجر الأساس تنقدر نطلع بهيك مشروع. على الرغم من أهميتها المتزايدة وشهرة لبنان التاريخية فيها، فإن السياحة الاستشفائية ما بتعود على لبنان التراجع الكبير بالسياحة التقليدية، والمطلوب توحيد الجهود وتخطي الأزمات ليعود لبنان يستفيد من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد. اليوم ما في شك أنه كل أنواع السياحات مفروض نتعاطى فيها، ومفروض نحن ناخذ بعين الاعتبار أي نوع من السياحة، إن كانت طبية أو إن كانت دينية أو إن كانت ثقافية أو غيرها. بس الإبرة الكبيرة اللي نحن بنيناها والجرعة الكبيرة اللي بنيناها هي رجوع أهل الخليج إلى بلدهم لبنان. هي هيدي اندستري بتشكل بحدود 100 مليار دولار، فيها بوتنشل، هي اندستري كتير كبيرة بطبيعة الحال. بس نحن بلبنان مفككة، ما في تواصل بين وما في أسعار واضحة من الأوتيلات، عارف كيف؟ بدها هيدي كل هالقصص ينعملها شيبينج وتتركب بباكج واحد. انه يعود لبنان مستشفى العرب، جامعته وحتى مركزه التجاري بيتطلب بذل كتير من الجهد، خصوصا بظل المنافسة الكبيرة والعمل الجدي اللي عم يجري بدول المنطقة. منتابع حلقتنا بذكرى عيد شهداء الصحافة بستة أيار. احتفلت عائلات الشهداء بهالمناسبة بلقاء جمعهم بوسط بيروت، وتخلل الاحتفال توقيع كتاب حمل عنوان عبد الكريم الخليل مشعل العرب الأول للصحافة والباحث يوسف خازم، وكل التفاصيل بهالتقرير. من 21 آب 1915 ل 6 أيار 1916، المكان نفسه بيروت ساحة البرج. بأمر من السلطنة تعلقت مشانق قوافل من الشهداء، وارتفع بصدى العاصمة نشيد الحرية بلاد العرب أوطاني. بعد 102 بعد تمثال الحرية بوسط العاصمة شاهد على هالحقبة من تاريخ لبنان. جاي عم شوف التمثال، ولا قليل من الدولة اللبنانية على التمثال. عن أي احترام للشهداء عم نحكي؟ اليوم الأمة العربية بتجدد نضالها وبتقول للشهداء نحن على العهد ونحن ماشيين. طالما بفلسطين في من يقاتل الصهيونية وفي من يصوم بالسجن ويرهب أو يرعب الإسرائيلي، منقول شهدائنا على الطريق الصحيح ونحن معهم على الطريق الصحيح. إذا بتراقب قافلة الشهداء من أول قافلة لآخر قافلة عم يسقط فيها المسلم والمسيحي والدرزي، عم يسقطوا كل اللبنانية، كلهم عم بيقدموا دمهم قربان ليحيى الوطن. بعيد الشهداء بستة أيار غابت الاحتفالات الرسمية، ولكن عوائل الشهداء برعاية محافظ بيروت احتفلوا بالذكرى السنوية بلقاء جمعهم بساحة الشهداء، ليأكدوا أنه هالمناسبة جمعت كل اللبنانيين والعرب حول عناوين الحرية، وليطالبوا بإعادة العيد الرسمي. ذكرى يعني بتشرفنا كلياتنا، وهالشهداء يعني بدمائهم أعطوا حياة للآخرين وخلولنا هالوطن اللي نحن لهلأ عم نعيش فيه، وهالذكرى لازم نخلدها
ذكرى نحن بنأسس عليها لبناء الأوطان. ما بيكون في وطن بدون تخليد ذكرى الشهداء اللي كانوا بستة أيار 1915 وصولا حتى اليوم. من لا يستذكر شهداءه لا يمكن أن يكون ضامنا لأولاده وأحفاده. ففي هذه الذكرى أكيد نستعيد مفاهيم الحرية ومفاهيم الاستقلال اللي جسدوها هؤلاء الشهداء. كل عمرنا نسمع ستة أيار إنه شهداء لبنان، لو ما شهداء لبنان ما كان عندنا استقلال حتى بلبنان. خلل الاحتفال إصدار كتاب تاريخي للمؤرخ والصحافي يوسف خازم بعنوان عبد الكريم خليل مشعل العرب الأول. هالكتاب يلي بيكشف وثائق مهمة عن عبد الكريم خليل يلي كان أول شهداء الحرية. أهم في الوثائق دور عبد الكريم في إنشاء أول حركة عربية سرية وسياسية تعمل لفصل البلاد العربية عن الإمبراطورية العثمانية. عبد الكريم الخليل قال: يا أهل بلادي دائما اذكرونا. أنا ابن خيو، كيف ما بدي أحفظ تذكار عبد الكريم؟ أنا وابني وابن ابني لأبد الأبدين نحن منقول للرئيس الحريري: دم أبوك نحن مسؤولين معك عنه، بدنا نحتفظ فيه لأنه منعرف قيمة الشهيدين.